عليكم، شلون الشباب؟ ان شاء الله طيبين. وياكم محمد من قناه ليمونه جيمز، واليوم رجعت لكم فيديو جديد ويا لعبه وور مونجرلز، او اتصور ترجمتها رفاق الحرب. قصه هاي اللعبه عن جنديين ينشقون من قوات الفيرماخت الالمانيه وينضمون لحرب العصابات حتى يحاولون يمنعون قتل الابرياء ونوعا ما ايقاف الحرب. طبعا بالطريق قصتهم ومحاولتهم للهروب راح يلتقون بعده شخصيات، كل شخصية لها خاصية معينة. قسم من الشخصيات عندها خاصية القتل الصامت والتسلل أو استخدام البيئة أو السلاح. خلونا ما نطول بالحكي ونبدي بالجيم بلاي وياكم سويها باللعبة. الشابتر الأول، لعبة رسومياتها جدا رائعة وطريقتها غريبة، هي قريبة نوعا ما من لعبة كوماندوس للي يذكرها، وهي لعبة ار بي جي طبعا، نزلت للبي سي قبل اسبوع او هيك شي. خلونا نبدي بالقصة سوية ونشوف. خلينا نمشي هذا دارك تايم. الأجواء حلوة. Maybe you will earn back some of your soldiers' honor. Ivan set a minefield on our left flank. But our artillery have pushed back. You are ordered to clear the minefield, as it is the only way for our forces to withdraw. Ivan, put your fucking helmet on your brainless head. But should say Ivan doesn't want to leave anymore, sir. Skip. Sir, I don't care about my brainless head, sir. Scheiße is coming from their side. Driver, schnell! Incoming artillery fire! والله صار راح تفجر بهم السيارة. اي اكيد. وين كانوا رايحين؟ طريق مسدود. هاي الشخصيتين اللي راح نلعب بيها. مانفريد و الثاني نسيت. ادوارد. ادبالت ادبالت صح. اوكي نقدر نحط الشخصية. اوكي سبيس حتى يضرب. القوات الأمريكية. اوكي. دبل كليك. يركضون. اوكي دبل كليك هنا. دبل كليك ثاني. اوه هذا صابط. روح ضربة واحدة تتلف الضربة هاي. جماعة اثنين يدافعون. اوكي احنا شو بنسوي؟ سلاحة او اي شيء؟ خلنا نسوي سكيب. اوكي to drink, huh? I have an idea how to draw Ivan's attention. Okay, you can control or right click. Sorry, كتابات غلط. Right click or left click. Okay. Sir.
حاليا صار لازم نقتله. يلا نجيب الجثة. اعطينا البطل. لا 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 بالغلط. صراحة كلنا ما منا مفطر. يلا اوكي شيله نرميه هنا. اريد اي جثث. اوكي شلون ممكن نجيبه؟ تمام. See those two? I bet I could take them at once. Okay. He'll see you. Okay. I'm quite a climber. I'm on field. Hey, moving up there. Okay. Ash. يلا ادفل. الله طبعا سلاح منين راح نجيبه مرة ثانية؟ صور خلينا نسوي في لوكيت. جينا يعني لا عدنا بطل ولا عدنا اي شيء.
you. نزل مانفريد. مانفريد خليه ينزل. اوكي. Soviets are always so very fond of watches. Okay. نستخدم الساعة. اوكي لازم نرجع ناخذ الساعة. نرجع ناخذ الساعة. اوكي اوكي اوكي. صار لازم نجيب الفولت. علينا حلو سالنتكم حلو عاش. خليه الوضع هنا. صار لازم نشمل الساعة هنا. فرصتنا نفوت. هذا يمكن نموت. نروح لإدوارد. صور إدوارد هو الأول. يعطيه كل. لا شلون شافني؟ شلون الحالة ممكن نقتلها؟ ما عندنا أي بطل أو أي سلاح. زين نحاول. رجعنا مانفريد. ناخذ الساعة مالتنا. ما نشمر زينا. شلون ممكن طيب كل ادوار سالم عاش. اوه شنو الكتيبة هاي؟ معتقليهم. تصور ممكن ننقذهم؟ ان شاء الله ممكن ننقذ على الاقل واحد منهم. ممكن يفيدنا او يقدر يشوف. الله الله
اوكي زين. احنا ممكن نقتلهم بهذا وبهذا. كان ممكن نعطي سايلنت كيل بس شلون؟ خلي احنا شباب عاش. اكو احد هاد روح اعطيه كيل. اوكي ممكن يصفر شلون اسوي ديستراكت. لا لا يا ما نفرق. لا ما نفرق. استعملناها بالوقت الغلط. One down. I'll move the corpse. Ash Manfred, Ash, 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 Ash. Okay. Okay. ننتظر الثاني. اوكي ننتظر احسن. ننتظره يجينا لهنا. اوكي تاب. انت اي اوكي سهلة حلو. Manfred, where are those? I'll turn my back. Almost forgot what it's like not to be in uniform. Okay. بدلوا الملابس. اوكي لازم نحاول ندبر لهم اسلحة حاليا. اخذ طريق لنا الخروج.
ما يجينا. لا هذا إدوارد MP40 وينه؟ سلاح رشاش. أوكي هذا أخذنا أسلحة. أوه حاليا لازم نطلع منه. هذا الباب ما ينفتح. شنو الطريق؟ شو ممكن نقتلهم بدون؟ ما اشتغلت ويا. في هذا الحال لازم نسوي له نقطة عالية. نشوفنا بس نجي. صور بمنفذ نرمي له الساعة إذا عدنا. خدنا ساعة. ممكن توصل. اوكي هاي دائرة كلها راح تعرف. هاي دائرة كلها راح تعرف. زين. شو ممكن عاش تيك يو عاش. He's dead. اوه هذا شوفنا. نقطة على هذا. هذا يشوفنا. نعم الأخ يشوفنا. Hush. And what? Now you regret this? Regret what? Herr Raufer, do you regret disobeying orders? Well, if you really want to know, I had enough. Okay. I see humanity in you, Herr Raufer. Don't ever bring this up again. حاليا يتحدثون عن نفسهم. Okay. Okay, let them speak. شو ممكن نخرج على الطريق؟
الشباب الاثنين انه عليهم دخول اظن جينا. كون وحدك. تعال يا الحلو. بعد ما انفلت عاش. He's dead. Manny, but seriously, why didn't you pull the trigger back then? Evald, shut up. You were propaganda's pretty boy. 2 years ago, you would rat on me for any reason. I just thought it was gonna be different. Different from what? The movies you saw, the books you read? Okay. Evald, I didn't expect you to order me to shoot people with... نتجمعون عبر زحف. عندنا اثنين هنا. اوكي. نابو الشباب شلون ممكن نقضي عليه؟ اذا انطينا ادوار طبعا قدرت اقتله باعجوبه. نشوف اوكي الفيجن مالته ما توصل لهنا. اذا نقتل هذا. استعملنا صافره مانفريد. انا يقول نشيل الجثه وندبها هنا افضل. المانفريد كولكتبل. اوكي خارطة وبالالماني اسمه شو ذا كورس بيرسون. اوكي اوكي شكرا. خلينا نشوف طريقة ممكن نقضي على ذول الاثنين بيها. اصور هاي الافضل انه انت تكون هيج افتو الطينة تكون هيج طينة انتر. ان شاء الله ما يحسون علينا. يلا يا افضل. عاش 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 عاش, عاش. And I've cut. Cutting through. Oh, it's a miracle I haven't lost those. طبعا اللعبة ممتعة إلى درجة مو طبيعية. We won't pass these guys next to the bike silently. Behind the fence, we open fire. Easy peasy. Okay. اكو كومبات مود. هلا سي اوكي سستيل حلو عاش. يلا يا ادوارد.
They'll go down. Okay, it will be Chamber Combat mode. Okay, لازم نخرج منه. وأخيرا. Let's just get the hell out of here. I'm tired as hell. إذا تحبون نلعب بعد هاي اللعبة اكتبوا لنا بالتعليقات ولا تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب حتى نستمر أكثر. كان معكم محمد من قناة ليمونة جيمز. I am out.